اللي انت عن جد نفس الشخص اللي شايفينه هلأ ولا في اي شيء تاني ونحن ما بنعرفه عنك؟ احكي لي كل شيء عنك يا ابني، انا حابب اعرف كل التفاصيل. يعني اللي انت مخبي عنا شي شغلة ولا كل شي حكوه اهلك صح؟ احكي لي ابني لا تخاف. عمي ما فهمت عليك، قلي شو قصدك؟ في حدا خبرني انه حياتك مزدوجة وانه قدام عيلتك بتكون تصرفاتك مختلفة تماما عن وقت بتكون برات البيت، وانه في شيء اهلك ما بيعرفوا عنك. لا عمي ما في شيء من هالحكي، انت فهمان الموضوع غلط، لانه انا مثل مو شايفني. انت واحد كذاب يا لكشي. عمي هذا الشاب عم يكذب، هو ما نقب ابن عيلة، هو واحد ترباية شوارع. يعني أنا علق معي 3 مرات بالسوق، هي غير إنه بيسكر وبيشفت بسيارته بالليل وبيضحك على البنات، وأبصر شو لسه. هي بس الشغلات اللي أنا بعرفها. لعلمك عمي هو مو لحاله، هو معه عصابة. شو عم بسمع؟ طلع فيني ليك، هذا مستقبل بنتي وأنا مستحيل اتهاون فيه أو أقصر بأي شيء. هي بدها تقضي معك العمر، يعني مو مزحة. لهيك اطلع بعيوني هلأ وخبرني شو هي الحقيقة، وبتمنى تكون صادق معي. يلا حكي لي شو حقيقة الشاب يلي واقف قدامي وبده يتجوز بنتي؟ أنا من حقي إني أعرف. عمي متوقع إنه رح يعترف؟ أنا بحكي لك وبخبرك كل شي بدك إياه. ايه ابني، يا ريت بقى تنادي للبنت والشاب لنبلش بتلبيس المحابس هلا. ايه ليش قالب وشك هيك؟ يلا لشوف، اقعد هون بدنا نبلش المراسم. لا بابا. لا شو يعني؟ بابا انت من زمان بتقلنا انه الصدق هو الاساس بكل العلاقات. ايه لشو؟ ايه بابا، هاي العيلة مو واثقة فيني، هن مفكريني اني عم مثل عليهم. شو هالحكي اللي بلا طعمه؟ انت عارفان شو عم تحكي؟ بابا عمي اخذني على جنب منشان يتاكد من كم شغله. في ناس قالوا له اني شاب مو منيح وابن شوارع وواحد صايع. بابا هي العيله ما بتعرفني ولا بتوثق فيني. بابا ما في داعي ابدا تصير هاي الخطوه، وانا بعتذر كثير منك لانه مستحيل اقبل كمل. بابا بتمنى تفهمني اليوم، بس انا خلص مو موافق. We'll be right back.
الدولار؟ شو هاد الكلام؟ يعني أنت عن جد أخذته لتتأكد منه؟ طلع فيني منيح وفهمني شو عم بيصير وجاوبني على سؤالي. أنت عن جد شكيت فيه؟ ليش ما عم ترد؟ إيه صح، أنا سألته كم سؤال سيد شيخار. بتمنى تعرف أنك بهالحكي اللي وجهته لأبني أنك وجهت إهانة لإلي ولتربايتي كمان. سيد درجة، لا تفهمني غلط وتفسر على كيفك، بس هاي القصة بتتعلق بمستقبل بنتي أنا. نحن ما بصير نلعب بهاي المواضيع، صح؟ حاج بابا، يعني بصراحة أنا ما بيرضيني بنوب تنحط بهيك موقف، وبعدين بكفي إنه عمي المحترم شك فيني، وهالشك ما عاد يطلع من راسه. وأكيد بس نتزوج هذا الشك رح يصير عند راجيني، وهذا الشيء بكل تأكيد بدمر الزواج. لهيك الأحسن للكل إنه نحن ننسحب من هون. لك شي، بس الكبارية يكونوا عم يحكوا أنت ما بتفتح تمك، فهمت؟ بتضل واقف وساكت. إيه بابا. أنا بظن ما عاد إلنا شغل هون، والواضح أنه الخطبة فأسد. سيد شيخار، أنا بدي أعرف منك هلأ وقدام الكل مين اللي غلط بالحكي عن ابني بهالشكل. أنا من حقي إني أعرف مين هو. أنا أجاني اتصال وقالوا لي هذا الحكي عن ابنك سيد درجة. مين اللي اتصل فيك؟ سيد درجة، في شيء هلأ أهم من إنه نعرف مين اللي اتصل، لازم نتأكد من الكلام أول. لا عفوا منك، هاي القصة ما بتتعلق ببنتك أنت وبس، هاي القصة بتتعلق بابننا وبعيلتنا وبسمعتنا، ولهيك أنا بهمني أعرف مين هو اللي اتصل فيك. إيه أخي، هو معه حق، يعني يمكن يكون اللي اتصل فيك مجرد واحد ابن حرام أو واحد بيعرفنا وبيغار مننا وحابب يعمل مشكلة. بجوز ما بده عائلتنا وعائلتكم تصير وحدة قدام العالم. يلا احكي سيد شيخار، مين اللي اتصل فيك؟ ليش ما عم ترد؟ قول مين اللي اتصل فيك. انا اللي حكيت. حكيت مع عمي شيخار وقلت له هالحكي. بنتي يلا بقى افتحي الباب، لأنه هذا التصرف ما نصح أبدا. لا ماما، اليوم ما رح افتح لك الباب، لأني إذا هلأ تحديدا خليتك تروحي رح تخربي كل شيء. معقول مستقبل هالبنت مهم هيك بالنسبة إليك وأهم من حياة بنتك؟ ليك اسمعيني، فكري شوي بنتي وتذكري إنه إذا ماضيكي وصلنا لبنتك هلأ بطريقة ما نصح، شلون هي رح تتعاطى معك وقتها وشو رح تفكر؟ يا حقيرة، أنت كيف استرجيتي إنك تفوتي على نص بيتي تفقسي خطبة حفيدتي بهالطريقة؟ شي بغجل فعلا، انت خططتي لكل شي. لا تعملي يلي براسك،
بس أنا ما عم بفهم كيف عملت هالشي؟ وحدة أنانية وما بتفكري غير بحالك. معقول ما فكرتي ولا شوي؟ حطيتي حالك مكان حفيدتي بيوم خطبتك، إجت وحدة وسخة مثلك أنتي. استني خالة، خليني بس أحكي هالكلمتين قدامك وبعدين أنتي حرة عملي فيني يلي بدك يا. أنا ما إجيت لهون لحتى أنتقم من حدا ولا لأفقس خطبة راجيني مثل ما أناك مفكرة. أنا إجيت لبين لكم حقيقة لاكي اللي واقف هون قدامكم. لاكي؟ مين لاكي؟ ما في حدا هون بهالاسم. هذا هو لاكي. هذا اسمه لاكشي يا بنت. ايه معك حق، هاد اسمه بالبيت عندك، بس اسمه بالشارع هو لاكي مثل ما عم قلك انا. يعني بالبيت لاكشي مؤدب، برا البيت لاكي الصايع. شو؟ سيد لاكشي أو لاكي؟ أنت ما بتخجل من حالك وبتمشي معالك بهالمسرحية؟ ولا أبوك ما بيعرف شو هي حقيقتك؟ بابا، هاي البنت كذابة. ما في حدا كذاب غيرك. أنا ما تعلمت ببيتي أكذب أبداً. بكفي إني برات البيت مثل جواته يا شاطر، ما بكذب على أهلي، مو مثلك برا لاكي وجوا بصير لاكشي. أو على القليلة أنا مو عايشة حياتين وما بتغير قدام حدا. أنا بعرف إنه حكي ما رح يأثر فيك ورح تقلي إنه أنا بنت مو شرعية، بس هي حضرتك ابن شرعي ومع هيك جاية تكذب على بنات العالم. احترمي حالك. عمي، إذا أنت مو مصدقني فيك تحكي أقرب رفيق لابنك وتتأكد وتسمع الحقيقة بإذنك، لأنه هو شريكه بهالقصص. أمي هو اسم رفيقه، ما هيك؟ لاكشي، هات موبايلك لشوف. بابا مو مستاهلة، مرقة. هالقصة ما لها داعي، يعني نحن واثقين فيه للاكشي. أنا مو خجلان من حكي هالبنت أبداً، لا أنا خجلان من ابنك والموقف اللي عمله معي. وشو ما كان اللي عم يصير هلأ، فهي الخطبة خلص ما رح تتم تحت أي ظرف. بس قبل ما أنا أمشي بدي بين لكل الموجودين إنه هذا الحكي مو صح. لاكشي، يلا اتصل برفيقك. وافتح المكبر ليسمع الكل. الو، قلي لاكشي. مرحبا امي، قصدي اقول امكر، وينك لهلا؟ قلي لك شو بك؟ لك انت جنيت لكي؟ عن جد؟ يعني بالفعل انك زلمي غريب كتير. قلي كيف لك حيلة تقوم بعد ما صرت لثلاثة الصبح مبارح وسكرت؟ انا مو قدران اتحرك. ايه صحيح، انت مو على اساس رايح تخطب البنت اللي نقالك اياها ابوك؟ بس ما عم بفهم عليك، يعني بصراحة وما تزعل مني، عن جد شكله ابوك هتلر لحتى قدر يقنعك تخطب. ليكي خالي، في شغلات الواحد بيتعلمها بالدنيا من الصاغة، إنه مو كل شي بيلمع بحياتنا بيكون ذهب. وأنا تعلمت إنه مو تيابنا هي اللي بتدل علينا دائما، يعني إذا شفتي واحد لابس تقليدي ومو عالموضة فهذا الشي ما بيعني أبدا إنه هو ابن عيلة وملتزم بالتقاليد مثلكن. وإني إذا لبست جينز بكون بلا ترباية، لأنه أنا شخصيتي واحترامي وتربايتي بتنعرف من تصرفاتي، وإذا كنت بكذب أو بسرق أو بظلم العالم. خلافك أنت وستي أنا مالي علاقة فيه، وجايتي لهون كانت بس لحتى أحمي مستقبل راجيني، مو لأنزع خطبتها.
اجيت لاني غيرانه منها. هي انا قلت اللي عندي وخلصت، وبظن انك تاكدتي، وبعد هلا مو مضطره برهن لك اني مربايه وانه امي ما قصرت بنوم. عرفتوا الحقيقة هلأ، والقرار إلكن بالنهاية. أنا ما عاد دخلني بشي، بالإذن تعرفي أنا شو عملت يا ستي الحلوة؟ فتت على البيت وأنقذت راجيني من هداك الكذاب. أنا ما قلت لك ما تروحي لعندهم، ولا نسيتي؟ كسرتي كلمتي، ها؟ شلون سوارة؟ بعدي ماما. بعدي ستي. ماما ستي ستي، مو أنتي قلتي إنه الناس المناح لازم يعملوا خير مع كل الناس؟ ولا لا؟ بابا 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 با شي حلو كتير. شو رأيك تعلميني كيف اتصرف؟ اه تعرفي لو اني عرفت ربي امك وما صار هالشي قبل 20 سنة ما كانت صارت هالمصيبة كلها، ولكننا تعبنا هيك حتى. شو هالحكي؟ شو بكي؟ لازم اسكت؟ بنتك لازم تعرف هالعيلة اللي خدمتها شو عملت مع امها. هي لازم تساعدهم وتنبسط بدون ما تعرف هنن كيف ازوكي، ما هيك؟ اسمعي سوارة، الحكي اللي رح أقوله هلأ هو الحقيقة اللي أنت ما بتعرفيها، لهيك اسمعيني وبدي أشوف بعدها شو رح تعملي، وإذا فعلاً رح تضلي منيحة مع هالعيلة بعد ما تعرفي كل شي هنن عملوه بأمك. ماما شو؟ لا ماما، خلي ستي تقول. أنا حابة أعرف شو هي الحقيقة وشو هو سبب العداوة الغريب والقوي لهالدرجة بين العائلتين. قولي ستي شو هي الحقيقة؟ قولي. اسمعوا يا جماعة، أنا في عندي ولدين، الكبير اسمه أرداش وهو شاب بسيط وقلبه طيب ونظيف كتير كمان، وفعلا هو عنده قيم وماشي على الأعراف والتقاليد، ورح يكون سندي بالحياة وقت أكبر مثل ما هو هلأ إيدي اليمين. وهي مرته بارينتي، بنت أصل، وهي بتحترم بيتها كتير، وأنا واثق إنه بفضلهم بعد موت العيلة رح تضل مثل الساعة، وإنه الكل رح يحكي باسمنا. وابني التاني هو لاكشي، واللي حاولنا إنه نربيه ونعلمه مثل أخوه بالضبط، وفكرنا إنه نجحنا بهالشي، بس اليوم هو برهن لي إنه ما بيستاهل يكون من عيلتي، وهو ما بيستاهل إنه يحمل اسمي، لأنه سمعت عيلتنا بسببه وبسبب تصرفاته البشعة صارت بالأرض. وبعد هالحكي الكلمة والقرار إلكن، وشو ما كان قراركن أنا بحترمه، بس بالأول أنا بدي أوعدكن وعد شرف إنه لاكشي من اليوم ورايح ما رح يمشي إلا من شوري، ورح يكون مثل أخوه، يتصرف مثله وما يحكي ولا أي كلمة ناقصة، وإذا هو رجع غلط من جديد فنحن رح نتبرى منه ونحرمه من اسم العيلة ومن الورثة كمان، وما رح أعطيه ولا رح أصرف عليه، وما رح خلي أي حدا كمان يشغله عنده. ورح يتعهد قدامكن كمان بأنه ما رح يجرح بنتكن بأي شيء. شو؟ اللي لشوف هلأ قدام الكل رح تصير مثل أخوك الكبير؟ راح تسمع الكلمة وراح تبطل هالوساخة تبعك؟ قول! ايه بابا، من هاللحظة هي
ما عاد أغلط بنوب. بابا لو سمحت، برأيي بلاها لهي الخطبة. يعني سؤال، ليش لا صدقوا؟ بعدين أنا شو بيهمني إنك تتبرم من ابنك بعد ما يغلط بحق بنتي؟ وساعتها شو رح نستفاد بوقتها؟ سيد دور قبراسات، طلبك لبنتي مرفوض. نحن ما بتهمنا المصاري أبداً، لأنه بنتي ومشاعرها بالنسبة إلي أهم من كل شيء. وبس بس شخار، أنا لساتني موجود والقرار بإيدي أنا. بس يا بابا شخار، أنا بوعدكم وقدام الكل إنه لاكشي ما رح يعمل أي تصرف أو يحكي كلمة مو منيحة مع أي حدا بشكل ممكن يسيء للعيلة أو لراجيني. نحن مثل ما سبق وحكينا من قبل، الزواج مو بس علاقة بين شخصين، هو ارتباط بين العيلتين بشكل كامل. وأنا كمان من الناس اللي برأيهم إنه لو الشاب والبنت اختلفوا فالتوافق بين العيلتين هو قبل كل شيء والأهم عندي. لهيك أنا هلأ ما عندي أي مشكلة باللي صار اليوم. سيد دورجا، حكيك هاد ووعدك إلنا عراسي، والبنت من إيدك هي لإيدك هي، وأنا بعرف ومتأكد إنك ما رح تخزلنا. هلأ فينا نكمل نعمل الخطبة مثل ما اتفقنا. بتمنى الكل يكون رضيان بوجودي وبكلمتي، ما حدا إله تعليق على اللي قلته. بنتي، شو ما كان الشيء اللي صار اليوم فأنا بعتذر منك قدام الكل، وبوعدك من كل قلبي يا بنتي إنه بعيلتنا ما في أي حدا رح يضايقك بأي كلمة، وما رح تلاقي غير المحبة والاحترام مثلك مثل أي كنة فاتت عبيتنا من قبل. أبونا لو سمحت، نحن تأخرنا كتير، بعد إذنك صار فيك تكمل. إيه طبعاً، يلا يا جماعة تفضلوا مشان نبلش هلأ. يلا أول شي الشاب يلبس المحبس للبنت، عطول خاتم. العروس تلبس الخاتم للعريس، عطوها المحبس. بتعرفي شو حبيبتي؟ عن جد كتير انبسطت لك، ألف مبروك. أيوة أخيراً، هلأ رح يضوي بيتنا كتير وينملأ علي، لأنه سلفتي رح تجي وتعيش معي. حلو، وأنا كمان وأخيراً صار عندي شريكة بالمقالب. مرت أخي، بكرة بتشوفي كيف رح ننبسط. بس ماما، إذا بتريدي ما في داعي تبهدليني قدامها. يلا يا أولاد، هلأ انزلوا سوا وخدوا بركة الكبارية والرضا منهم. مبروك يا أولاد، مبروك.
بس بس. مبروك، شكله البخور عمل مفعوله وحرس لي حفيدتي وعريسة من الحساد. مو سهلة على الأب إنه هو يزوج بنته ويودعها، عن جد هالشي بيقهر كتير. أنا ماني مصدق إنه بهذا اليوم خطبت حفيدتي الحلوة، ما بتتخيلوا أنا شو مبسوطة. يا تشوتو جيب هالضيافة لهون، خلينا نضيف الكل هون بهالمناسبة. كل شي سيء بلش من هالمكان، بس من قبل هالشي كانت عيلتنا وعيلتهم كأنه عيلة واحدة مع بعض، وما في كان أي خلاف بيناتنا. حتى كنا أنا وستة لراجيني رفقات مقربين كتير، كنا نحب بعض ونبقى سوا كل الوقت ونعمل كل شي مع بعض. شي بكي، انتي لازم تقطعيهم على مهلك مشان يزبطوا أكتر. انتبهي وشوفي. قلتي لي شوف ما؟ شو انتي مفكرة انه ما بعرف اشتغل ولا شو يعني؟ شوفيني كيف عم ساويهم وبتعرفي. ايه انا بعرف انك شاطرة، بس في كم وحدة ما زبطت معك لانك بتعرفي تشتغلي، رح تعميكي هاي. يلا افتحي تمك. برافو عليكم انتي وياها، صار لكم ساعة عم تحكوا وتضحكوا وما سويتوا شي لهلا. لك خالتي بدي مقال. تكرمي، شفتي بنتك تطلب الأكل مني أنا؟ شفتي هذا الحيط اللي بيناتنا؟ ما كان موجود أبداً، هذا كان كله بيت واحد، ولما كان يجي على بالي ساوي سمك كنت سكر الباب لحتى ما خليها تتضايق من الريحة. وبأي مناسبة كانت تصير عندهم، هنن كانوا يعزمونا قبل كل العالم. شوبا ليكي خدي حصتك من الحلو، تعالي استني دقيقة بس لخلص اللي بدي. لا 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 اتركي كل شي وخدي الحلو، يلا خديهن، اعطيني رأيك فيهن. طيب شرميزة تعالي لهون، تعي بسرعة. قديري عليكي يا بنتي الحلوة، قديري هالحلو بسرعة. يلا قولولي شو عم يصير معكن هون؟ شفتي بضلوا مثل الولاد الصغار بجنانهم، ما رح يهدولنا بالنا ابدا. وقتها كنا كتير قراب من بعض وكانه كلنا اخوه، لهيك ما حدا منا توقع انه بنتي وابنهم يحبوا بعضهم. وفي يوم يلا طعميني لأمي جوعان. بدك يعني طعميك ما؟ انت عصبت مني؟ ايه كتير. عن جد عصبت وتضايقت. وما رح سامحك على هالشي. ومرة أنا شفتهم بالصدفة، ووقتها خفت كتير لأنه عرفت إنه ما حدا رح يوافق على هالشي
وما رح يرضوا بالعلاقة اللي بيناتهم. واللي خوفني أكتر خسارة بارفاتي. خالتي، أنا بحبها لشرميزة، بحبها كتير ورح خليها مبسوطة كل عمرها. اسمعني يا ابني، أنت بتعرف قديش أنا بحبك، بس أمك مستحيل إنها ترضى إنه تتزوجوا. هي كتير متعصبة وأنت بتعرف هالشي. وبعدين يا ابني، بيئتكن وبيئتنا مختلفين كتير عن بعضهم. كل المجتمع حيرفض هاي العلاقة، بس أنا أحب عقلبي أنت وياها إنه تتزوجوا وتضلها قريبة مني وأقدر شوفها دائما. بس للأسف هذا الشي مستحيل. بس خالتي، أعطيني فرصة واحدة وأنا بوعدك أني أقنعها لأمي، ورح خبر كل العالم أني بحبها لشرميزة وما رح خاف من شي بنوب. صدقيني يا خالتي. المهم أنتي بترجاكي توافقي. أنتي بس قلي لنا إيه. يلا بترجاكي. إيه طيب، وافقت. شو هاد اللي عم تقولي شوبا؟ شو أنتي ضيعتي عقلك يعني؟ فهميني كيف خطر ببالك أني ممكن وافق أنه بنتك تصير كنتي؟ قلي لي لشوف. يعني صح أنه أنت رفيقتي وبحبك كتير، بس هذا الشيء ما بيعني أنك تتمادي. نحن عائلة إلى احترامها ومكانتها بالمجتمع، مستحيل أن نضحي بسمعة عائلتي كرمال أنت تكوني مبسوطة. سمعتي؟ ويا ريت تفهمي شغلة وحدة، العادات والتقاليد عنا أهم من أي شيء، فهمتي؟ نحن عائلتنا كلها نباتيين، أما أنتوا بتاكلوا سمك ولحمة وشي ما بيناسبنا. هلأ فهمت سبب صحبتك الكبيرة إلي، وعرفت شو كنتي ناوي تعملي. أنت كنتي عم تحرضي بنتك مشان توقع ابني، ما؟ كل هالوقت نحن مع بعض طلعت بنتك عم تلعب على ابني من تحت لتحت، صح؟ شو هاد؟ يا عيب الشوم عليكم، طلعتي كل هالوقت متفقة أنت وبنتك علي وعاملين حالكم بتحبوني بلا سبب؟ بس هلأ عرفت كل شي. بدل ما كنتي تروحي وتضبيها لبنتك، جاي بدك تجوزيها لابني؟ لا مو هيك خالتي القصة. الشيخار وأنا بصراحة منحب بعضنا من زمان كتير، ونحنا رح نكون مبسوطين سوا. وحتى فيكي تسألي الشيخار عن رأيه. ماشي، تعالي معي لشوف. تعالي وقفي هون. تاني مرة ما بتجيبي سيرة ابني على لسانك أبداً وتطالعي من حياتك، فهمتي؟ لك انتو ناس بلا أدب وبلا ترباية كمان، وبتاكلوا سمك ولحمة، ونحنا بالعكس ابني شاب نباتي ومؤدب وبيعرف حدوده، فهمتي؟ بكفي بارفاتي. شو هالكلام الوقح؟ انتي الزمي حدودك، وبتعرفي ليش ساكتي لهلأ؟ كرمال بنتي فبلا وقاحة. وعرفي حدك منيح، ابنك اجى لهون عن نص بيتي وكمان صار يترجاني. وتوسل لي ايه توسل لي، وترجاني وترجى بنتي لحتى قبلت واجيت حاكيكي. واسألي اذا بدك، واذا مو مصدقة حكي روحي اسألي ابنك هالجبان وشوفيه وين متخبي. ماشي، انا كنت لهلأ محترمتك وما بدي اغلط معك ولا بدي اغلط مع بنتك كمان، بس اذا كنتي موصلة تشرحي حالك قدام كل الجيران رح حاكي، رح نادي لابني هلأ واسأله. ولما احكي معه ويقلي انه ما بده اياها لبنتك، بوقتها حضرتك ترجع لوعيك. انا بعرف ابني منيح، هو شاب تقليدي وما بيرضى بهيك بنت فلتانة جاي من الشارع مثلها، فهمانة؟ ولعلمك نحن بعيلتنا وببيوتنا كلها كلمة الكبارية فيها هي الكلمة المسموعة وبس. يمكن تكون بنتك بنت سهلة وأي شاب بيقدر يضحك عليها، بس ابنة إيلو ما بيعملها، ما بيقرب على وحدة مثلك. شيخان شيخان تعال تعال. شيخ قاد يلا تعال بترجعك. اسمع خالتي شو عم تقول، هي عم تغلط بحقي وعم تظلمني،
إلا أنه أنت بتحبني كمان. بكفي لتزوق، تركي إيد ابني وخليه يقول الحقيقة. أنت بدك يا يكذب علينا مو هيك؟ إلزامي حدودك وما تقربي على ابني أبداً، فهمتي؟ ليكي أنت بعرفات اسكت شوي هلأ، خلي ابنك يقول اللي عنده. قول شيخار، شيخار احكي. ليش ساكت كأنك أخرس؟ قول. شوفي شيخار قول. لك شبك احكي، احكي إنه هي وبنتك كذابين. قول شيخار، أنت وعدتنا. إلا شو قلت لي اليوم؟ يلا قول. إيه أمي، بصراحة أنا وشارميزة ما في شي بيننا. سمعتي؟ تأكدتي؟ ناس بلا حياة وبلا خجل. صغرتي حالك انت وياها، شككتي بسمعت عيلتي، وعملتي انه ابني بحبك كمان. وهلأ المفروض ان اللي مثلكم ينقلعوا برات هالحارة كلياتها. بكرة الام وبنتها بيرجع يحوموا حوالين شاب جديد غير ابني. انا كنت عارفاني رد بارفاتي رح يكون هيك، بس اللي ما توقعته انه شيخار يغدرنا، غشنا وكذب علينا كلنا. وبعدها من هداك اليوم خلصت صداقتنا، بس بعد ما جرحوها لبنتي وكسروا لها قلبها على الآخر. للأسف الجرح كان كبير وما بيشفى، بس ما كان طالع بإيدنا شيء أبداً. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.